السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسر تشرح حال في أوروبا. أحييكم من مدينة جنيف الاتحاد السويسري من أمام هذه النافورة الرائعة أمام هذه البحيرة الجميلة. اليوم أنا في متواجد في مدينة جنيف، اليوم جمعة تاريخ 4/8/2023. أحييكم متابعين قناة جاسم على اليوتيوب أينما كنتم أصدقائي. اليوم والله نسرينا بهالمكان، اليوم جينا على جنيف، هي ثالث زيارة لي على مدينة جنيف. نبدأ على بركة الله. أحييكم من مدينة جنيف متابعين قناة جاسم قطيش رحال في أوروبا أينما كنتم. ما ذكرنا اليوم الجمعة، أربعة 8/2023. والله الأجواء ماطرة وباردة جدا جدا جدا. من أمام هذه المنطقة الرائعة في مدينة جنيف نقترب أمام هذه النافورة، هي زيارة ثالثة لمدينة جنيف، بس اليوم الأجواء باردة صدقا يا أخوان، اليوم الأجواء باردة جدا وماطرة. سبحان الله لحظة الغروب يا أخوان.
هي بحيرة جنيف، تعتبر أكبر بحيرة في سويسرا. أمام المكان الرائع من بحيرة جنيف، سبحان الله. لحظة الغروب يا أخوان،
أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم مقطيش، بدي أصعد هلأ بالمركب وصور فيديو صغير عن صعودي بالمركب وجولة في بحيرة جنيف. أنا بدي أودعكم أصدقائي متابعين قناة جاسم مقطيش، رحلت في أوروبا من أمام هذه البحيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.